ما آن الأوان إنه نبدأ في إن إحنا ننقل خبراتنا دي لدول مجاورة شقيقة صديقة زميلة حبيبة، يعني أقدر أنقل الخبرة بتاعت دكتور شريف والتيم بتاعه، خبرة البنك المركزي المصري إلى بنوك مركزية أخرى في المنطقة، وده برضو يعني بفلوس ولا إيه؟ ما إحنا مش بنشتغل والله. ده طبعا برضو. يعني ده توجه رائع، وبنفكر في هذا الكلام في البنك المركزي، لان احنا جالنا طلبات يمكن رسميه، وفخامه السيد المحافظ عندنا وقع اتفاقيه مع دوله من الدول الافريقيه. حلو. انهم طالبين استشاراتنا مش علشان ما بياخدوهاش من الدول الاجنبيه، ولكن عارفين ان احنا سابقه التجربه بتاعتنا مختلفه شويه، ان احنا نفذناها بايدينا، يعني اتنفذت بايدين ولادنا، فهم عايزيننا ننقل لهم نفس الخبره ونعلم رجالتهم انهم يقدروا يعملوا نفس الكلام. حلو. انا كان دايما الفكر قبل ما نبتدي المنظومه، كان الامام الشافعي رحمه الله عليه بيقول: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. المجال ده بالذات اللي بنسميه القوه الناعمه، ويمكن حضراتكم في المؤتمر النهارده تطرقنا مع الزملاء كلهم على الحروب السبرانية، وإنها أنا بحس إنها أو بتسمى بالقوة الناعمة. يعني لو حضرتك شفت الحروب ما بين الدول الأجنبية، كان زمان بنسمع وإحنا في المدرسة نقول تمهيد نيراني، يعني قبل المعركة يبقى فيه تمهيد نيراني في معركة أكتوبر أو وطفر. دلوقتي بقى تمهيد سبراني، يعني بقى قبل المعركة ما تتم يبتدي الدولة تتلاعب بالبنية التحتية للمعلومات اللي هي اساس الحياه حاليا في العصر الحالي، بانها تعمل هجمات سبرانيه. صح. تعطل مجرى الحياه، تاثر على الاقتصاد، وده طبعا شفناه من اول يمكن حرب الكترونيه نشات من اول دوله فيرجينيا سنه يمكن 2007. وابتدى ما يسمى بالحرب السبرانيه، وابتدت الدول فعلا تبني اقتصادها على هذا الكلام. انا شفت سايبر اتاكس ما بين فرقه الصين وامريكا من كام سنه. ندي ثقه في يعني كان بنقول يا استاذ يوسف الامن السبراني ده ثقه. يعني علشان تحط فلوسك في البنك، وعلشان تستثمر في دوله، وعلشان تبقى مطمن ليها، لازم تطمن ان انت ظهرك محمي. يعني قبل ما تطلع بتطبيق للديجيتال ترانسفورميشن والتحول الرقمي والفاينانشال انكلوجن، انك تعمل اوت ريتش للناس والناس تشتغل بالتكنولوجيا، الثقه اهم حاجه. انا هشتغل بالتطبيق لو انا واثق ان التطبيق ده مؤمن وان فلوسي في امان. فايده القطاع بتاعنا واللي احنا حاولنا نعمله على مدار 5 سنين، ومحسب من الله ان احنا نجحنا في ده من الدعم اللي احنا واخدينه، ان احنا نامن الناس على مجريات امورها. صح. في اهم قطاعات الدوله اللي فيهم فلوسهم. حصل 100%. تمام. وده اللي احنا بننقله، عايزين نساعد الدول، ما عندناش اي مانع، بل بالعكس ده احنا قادرين ندي كونسلتيشن ونعمل نو هاو ترانسفير للاشقاء طبعا. والتوجه بيبقى بقى طبعا لفخامه السيد المحافظ وللدوله، اذا كان التوجه ده يبقى بفلوس ولا يبقى ببلاش، ولكن احنا الحمد لله قادرين على نقل التكنولوجيا للغير بالمجهود بتاع التدريب والاستثمار بتاع الناس اللي موجوده حاليا. ده ما احنا ما اتعلمناش ببلاش برضه، فاحنا لازم ندي خبراتنا برضه، الا يعني لو الدول دي حبيبتنا قوي فممكن ايه يعني نشيل عنهم شويه، ما فيش مشكله.